سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها المخاطر التي تهدد حياه المختطفين في سجون الميليشيات. في الاسبوع الماضي واثناء ما كان العالم يحتفي باليوم العالمي للطفوله، أهدت ميليشيات الحوثي لأطفال المختطف خالد الحيث جثة والدهم. ووفقا لرابطة أمهات المختطفين، فإن 180 مختطفا في سجون ميليشيات الحوثي يواجهون خطر الموت البطيء نتيجة المضاعفات الصحية. وبحسب منظمة سام للحقوق والحريات، فإن 41 مختطفا في سجون الحوثيين مهددون بالوفاة نظرا لحاجتهم العاجلة للعلاج والتدخل الطبي. وبحسب تقارير حقوقية، فإن 170 مختطفا قضوا نحبهم نتيجة مضاعفات التعذيب والتنكيل الوحشي الذي تعرضوا له في سجون الميليشيات ومنعهم بعد ذلك من حق العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم. ما الذي يمكن فعله لإنقاذ المختطفين المهددة حياتهم نتيجة التعذيب في سجون الميليشيا، سواء في صنعاء أو في عدن وغيرها؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي، ومن مأرب مدير إدارة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء المحامي أمين الخديري، ومن فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. إذا مشاهدينا، أبدأ النقاش وأرحب هنا بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب السيد حسين الصوفي الصحفي والناشط الحقوقي. سيد حسين، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد حسين. يعني نتحدث اليوم عن مشكلة المختطفين الذين يعني ما بين فترة وأخرى نسمع عن وفاة بعضهم في السجون، والبعض الآخر يعني تدهورت حالتهم الصحية إلى مستوى يعني بعيد. وهنا يعني نتساءل، كيف تتابع تزايد هذه الحالات في سجون الميليشيات؟ شكرا لكم على فتح هذا الملف، وهذا ملف حساس للأسف الشديد. لا يزال ملف يتيم من قبل كل الأطراف، مهمل من قبل الحكومة الشرعية وحتى المبعوث الأممي، بالرغم أنه كان ملفا هو الملف الوحيد الذي تم بحثه في اتفاق ستوكهولم، وكان النقاش هناك الذي استمر لمدة 8 أيام كله يدور حول أول آلية إخراج المختطفين وما سمي حين باتفاق التبادل، لكنه للأسف الشديد أهمل وكان طعما لحل سياسي أو لقضايا سياسية. بالنسبة لأوضاع المختطفين، هناك أوضاع سيئة جدا. يعني هناك كما ذكر تقرير منظمة سام، وكان أيضا انعكاسا وانعطافا على التقارير التي ترفع من قبل رابطة أمهات المختطفين ومن قبل منظمة صدى وغيرها من المنظمات الفاعلة والمهتمة بملف المختطفين، هناك حالة سيئة جدا للغاية. يعني هناك ما يقارب من 700 مختطف حتى اللحظة، ربما منهم 120 يعانون من أوضاع متدهورة صحيا، لا يتم إدخال الدواء لهم ويمنعون من إدخال من زيارة الأطباء حسب إفادة المحامين. الوضع كارثي أدى إلى مقتل العشرات، ومنهم كان الأستاذ خالد الحيث مؤخرا. نعم، لكن يعني كيف نفهم هذا التزايد الحاصل في حالات القتل والتعذيب في سجون الحوثيين، في المقابل لذلك صمت للمنظمات الدولية المعنية مثلا كالصليب الأحمر؟ نحن منذ أكثر من سنوات، يعني سنتين أو أكثر، يعني مثلا منظمة صدى خاطبنا الصليب الأحمر لأكثر من مرة أن يقوم بواجبه وبدوره في زيارة المختطفين، وخاصة منهم الصحفيين الذين أكثر من 15 صحفيا، منهم 10 يقبعون في سجن الأمن السياسي لأكثر من 4 سنوات ونصف حتى يعني منتصف شهر يونيو 2019، يعني الآن بيكملوا عاملهم الخامس. وللأسف الشديد لم يستجب أحد، يعني بينما لا نرى الصليب الأحمر الدولي يحضر إلا في يعني كأن هناك أجندة ربما سياسية أو غيرها. يعني حضر الصليب الأحمر مثلا في سجن كلية الشرطة في صنعاء ومعسكر الشرطة عفوا، وحضر أيضا في سجن كلية المجتمع مؤخرا في ذمار، حضر بتغريدات وبيانات،
وهذه وقائع والدلائل كلها يعني ربما وثقتها أكثر الصحف والمواقع الإخبارية، لأن الصليب الأحمر حينما أصدر البيان الذي أصدره في كلية الشرطة مثلا في كلية المجتمع مؤخرا في ذمار بعد أن قصف التحالف السجن وقتل هناك نحو 300 مختطف لم يكمل عمله، بينما استمر الحوثيون في ملاحقة الضحايا الذين نجوا من أصيبوا في هذه المذبحة وهذه المجزرة، وخرج بعضهم ونقلوا إلى المستشفى، ثم قام الحوثيون بإعادتهم مرة أخرى إلى سجن الإصلاحية في ذمار وبعض السجون. لكن نعم. الصليب الأحمر توقف عن إطلاق النداءات والمتابعة أوضاعهم الصحية، وأيضا الصحفيين لم يقم الصليب الأحمر بزيارتهم حتى اللحظة، ونحن ننادي وننشده وندعوه أن يقوم بواجبه طبقا لأهدافه وأيضا لبنود إنشاء الصليب الأحمر ودوره ومهامه، لكنه لم يفعل. وهذا نداء نكرره أيضا عبر القناة بلقيس للصليب الأحمر أن يقوم بزيارة الصحفيين في سجن الأمن السياسي، وأن يقوم بزيارة 120 مريض في سجن هبرة والسجون الباقية. نعم، إذن سنأتي لنقاش هذه النقطة، تكرم بالبقاء معي سيد حسين. وأرحب الآن بضيفي، سينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. نعم، إذا أهلا بك سيد توفيق. يعني كان لكم تقرير الأسبوع الماضي بعنوان الموت البطيء، هو هذا التقرير الذي يتحدث عن حالة المختطفين والمخفيين في السجون. يعني هل وصف التقرير بالموت البطيء أو البطيء هو الوصف السليم، أم أنه يعني قد يكون موت متعمد كما نلاحظ لبعض الحالات، وآخرها ما حدث مع السيد رحمة الله عليه حسين الحيث؟ في حقيقة الأمر الحديث عن معاناة المعتقلين المرضى في سجون جماعة الحوثي على وجه الخصوص أو في سجون التحالف في عدن أو في حضرموت بوجه عام ممكن أن يوصف بالموت البطيء، لأن هذه الجهات اعتمدت المرض وسيلة من وسائل التعذيب، وبالتالي هو مما وكأنه كما وصفناه في تقريرنا أشبه ما يكون بحكم إعدام ينفذ على مراحل وعلى درجات بطيئة، يحس المعتقل بأنه سيموت اليوم أو غدا. من خلال التقرير الأخير الذي سميناه الموت البطيء، وهو في حقيقة الأمر لفتة كتقرير نوعي، حاولنا أن نضع كثير من النقاط بمعنى أن نحدث نوع من المقارنة بين حالة المعتقلين قبل الاعتقال، وأغلبهم كان في حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض، وحالتهم اليوم بعد الاعتقال. أنا من خلال تواصلي أيضا مع كثير من أهالي الضحايا في صنعاء وبعض الناشطين، لدرجة أن أحدهم يقول يا نحن قد بحكم أننا غارقون في هذا الألم، غارقون في هذه المأساة، أصبحنا لا نحس بأن هنالك جريمة اسمها جريمة التعذيب بالمرض حتى نبهتمونا أنتم. هنالك حالة مأساوية كثيرة تمارس داخل السجون، كما ورد في تقرير منظمة سام للشاهد عبد الحكيم المجري بأنهم حتى الأدوية التي تعطى للمعتقلين هي أدوية مهدئة قوية جدا، بحيث تجبر المعتقلين على الإدمان، وثم يعاقبون المعتقل في فترة بحرمانه من هذا العلاج. بمعنى نحن أمام حالة قصدية وحالة متعمدة وحالة ممنهجة تمارس ضد المعتقلين داخل السجون. نعم، لكن سيد توفيق أنتم ورد في تقريرنا خالد الحيثي. نعم، هو هنا في قصة السيد رحمة الله عليه خالد الحيثي، يعني أنتم كجهة راصدة يعني من خلال تقصيكم حول قضية خالد، لو يعني تعطينا توضيح لهذه أو لهذه الواقعة، يعني لو توضح للمشاهد أنتم كجهة يعني لديها المعلومات بشكل دقيق كونكم جهة راصدة، ما الذي حدث مع خالد؟ نحن أصدرنا بيانا بعد صدور التقرير ربما بساعات. خالد الحيثي توفى بعد صدور تقرير الموت البطيء وورود اسمه في الموت البطيء، توفى بساعات. نحن
كنا على تواصل مع أهله، وخالد الحيثي دخل المستشفى، أو دخل عفوا المعتقل، وهو في حالة صحية جيدة. السجون الحوثية تفتقر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الدولية والمحلية للسجون التي يجب أن تتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة، بمعنى أن تكون هنالك تهوية، تكون هنالك يعني أن يتعرض للشمس، بعيد عن الرطوبة، يعرض على الأطباء، كل هذه مفقودة، وبالتالي تبدأ الأمراض تغزو وتنهش في أجساد المعتقلين. كان من ضمن هؤلاء الذين وقعوا ضحايا لهذه الحالة خالد الحيثي، الذي أصيب في النهاية بانسداد في أحد في قنواته الصفراوية، فاضطرت أسرته إلى نقله إلى سجن، أو عفوا إلى مستشفى المتوكل، ودفعت أجرة العملية ما يقارب 300,000 ريال. أجري لخالد الحيثي عملية في المساء، ثم أخذ أو نقل إلى المستشفى في الصباح، بمعنى أنه حتى لم تترك له فترة نقاهة. هنا أنا أتحدث اليوم عن عملية مشتركة بين السجن وبين المستشفى، بمعنى أيضا المستشفى كان يجب أن يكون له موقف جاد وحاد وجدي من عملية نقل خالد الحيثي إلى داخل السجن عند أقل من ساعات بعد إجراء العملية، لكن حدثت مضاعفات هل تحققتم سيد توفيق بأن المستشفى يعني أعطت الإذن كون المريض يعني لن يتعرض لأي مخاطر؟ يعني هل المستشفى كانت يعني بالفعل قد أعطت تصريح بخروج المريض ومن ثم تعرض لمضاعفات؟ من المفترض اليوم أن المستشفى بعد ظهور هذه الحادثة إلى العلن وبتفاصيلها المذكورة، من المفروض أن المستشفى أن يكون له بيان واضح يخلي مسؤوليته منه، لأن المفترض في الذي نحن نبني عليه أن المستشفيات هي التي تعطي إذن الخروج لأي مريض بعد إجراء العملية، وبالتالي اليوم نحن نقول من المفترض أن المستشفى أعطى الإذن، ما لم يثبت العكس، وهذا الدور يقوم به المستشفى نفسه بإصدار بيان يبين لنا ملابسة هذه الحالة، إما أن يقول بأن خالد الحيثي كان في صحة جيدة بعد إجراء العملية وبالتالي أعطينا هذا الإذن للخروج ولم نخشى أي مضاعفات، أو يقولون بأن السجن والقوات التابعة لجماعة الحوثي هي التي داهمت المستشفى وأجبرتنا على تسليم خالد الحيثي وحدثت له المضاعفات وأدت إلى الوفاة، لكن في النهاية نحن أمام جريمة قتل عمدا شاركت فيه عدة أطراف، بما فيها شاركت فيها عدة أطراف، والمستشفى اليوم موجود في وسط هذه الأطراف ما لم يثبت عكس ذلك. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق، وسنذهب الآن مشاهدينا لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب حول قضية المرحوم خالد الحيث وأيضا جميع المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، نتابع سويا قصة أو حكاية المختطف خالد الحيث وغيرها المئات من المختطفين، أكثر من 175 تقريبا مختطف ماتوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في ظروف قامضة وبتهم ملفقة توجب على الشرعية ومن خلفها التحالف العربي الضغط والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، ووضع قضية المختطفين في أولويات المفاوضات السياسية، ويكون في صدارة الملفات ملف المختطفين. رأينا حكاية المختطف خالد الحيث الذي توفي جراء تدهور حالته الصحية حتى أصيب في سجون الميليشيات بانسداد الغدد الصفراوية، وهو مختطف منذ العام 2016، تنقل بين عدة سجون في معتقلات ظالمة وتعرض لتعذيب وحشي حتى توفي، وبحسب التقرير الطبي فإنه كان يحتاج للنقل إلى المستشفى لترقي العلاج، لكن ميليشيات الحوثي منعت ذلك حتى أصيب يعني بالمرض وتدهورت حالته الصحية حتى توفي تحت التعذيب أو جراء التعذيب، وهذا يوجب على الشرعية والتحالف وضع قضية المختطفين في أولويات المفاوضات السياسية، ويوجب على المجتمع الدولي الضغط على هذه الميليشيات للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
للأسف الحكومة اليمنية لم تقدم أي شيء من أجل المختطفين المخفيين قسريا في سجون ميليشيا الحوثي، يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب، آخرها آخر عملية وآخر ما قامت به الميليشيات الحوثية تعذيب المختطف خالد الحيث وما أدى إلى وفاته. المنظمات العاملة في حقوق الإنسان لم تقوم بأي دور إزاء هذه الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي إزاء المختطفين. الاتفاقيات التي كانت ترهن عليها أسر المختطفين المخفيين قسريا لم تنجح أي اتفاقية لهذا الوقت، وهناك مئات الأسر تفتقر لمن يعولها، لمن ينفق عليها، تتجرع، تفتقد لأبسط مصدر دخل يعني لتصرف على عائلاتها، لتصرف على كذا. لذلك من المفترض أن تقوم نوجه رسالة للمبعوث الأممي والأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسريا، وتنفيق الاتفاق الأخير واتفاق السويد الذي مر عليه مر عام كامل ولم إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، ونعود الآن لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة مأرب الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي. سيد حسين، إذا ما تحدثنا عن الصليب الأحمر هنا، يعني في قضية نجد يعني هذه الجهة حاضرة دائما في التبادل وصفقات التبادل ما بين الحوثيين والشرعية أو الحوثيين والتحالف، ولكنها غائبة تماما عن ملف المختطفين ومعاناتهم في سجون ميليشيات الحوثي وبقية الميليشيات، كيف نفهم ذلك؟ الصليب الأحمر يعني يجب أن يتم الاتصال بهم ومتابعتهم، لأن هذه قضية حساسة وهم المفروض هم الجهة المعنية بها، وبالفعل يعني يجب أن يتم مساءلتهم ويعني استماع لماذا يغيب الصليب الأحمر، بالرغم أن الصليب الأحمر كان حاضرا في مفاوضات اتفاق ستوكهولم، وكان هو الذي أوكلت إليه مهمة أن يوفق بين الأطراف، وكان حاضرا حينما استلم الكشوفات من الطرفين كما سمي حين باتفاق التبادل. بعدها أعلن الصليب الأحمر في 23/12/2018 أصدر بيانا وقال أنه في بصدد إرسال 15 موظفا من موظفيه إلى صنعاء للاطلاع على أوضاع السجون والتمهيد للإفراج عن المختطفين، وقال أنه يجهز طائرتين، هذا البيان الذي أصدره بعد اتفاق ستوكهولم. حينما هدأ الغبار أو ربما حينما عادت الأطراف وحقق المبعوث الأممي كما يظهر وكما يقول غريفيث في كل تصريحاته وفي كل لقاءاته وفي كل إحاطاته، آخرها الإحاطة الأخيرة قبل نحو يومين أو ثلاثة أيام في مجلس الأمن، ذكر اتفاق ستوكهولم ومباشرة تم ربطه بملف الحديدة. هذه مقالطة كبيرة، وهذا كذب واضح وصريح كما وصفه رئيس لجنة المفاوضات أو رئيس لجنة الحديدة. المقالطة تأتي أن في جنيف أو في ستوكهولم طيلة الثمانية الأيام لم يتم مناقشة ملف غير ملف المختطفين، وكان الأحرى بغريفيث أن يهتم بهذا الملف، وكان المفروض على الصليب الأحمر أن يتابع هذا الملف وهذا الوضع الإنساني المتأزم الذي يعتبر لحد الآن يتم اتخاذه كل الأطراف تتخذه ورقة سياسية، وهو ملف إنساني حساس. نعم. يعني يجرم ويحرم القانون الدولي الإنساني ما يقوم به غريفيث وما تقوم به ميليشيا الحوثي وما تتهاون به الشرعية أيضا في أنواع. نعم. لكن إذا ما تحدثنا عن المنظمات إجمالا، هل يمكن القول أن الطابع السياسي بات يغلب على الطابع الإنساني والحقوقي في عمل هذه المنظمات؟ بالتأكيد، وهذا واضح لا يستطيع أحد أن ينكره. مثلا لو أعدنا، وأنا كنت قبل أيام كنا نستعرض مواقف المنظمات، هذه المنظمات كل المنظمات بلا استثناء تحضر، ربما حضرت في ثلاث أو أربع مواقف، يعني ثلاثة أو أربع ناشطين من أصدرت بحقهم المنظمات الدولية بيانات، بينما هناك مثلا 10 صحفيين مختطفين منذ أكثر من منذ شهر 6/2015 إلى اليوم تم إصدار بعض البيانات، يعني وضعهم الصحي يتدهور بشكل لافت وواضح،
ولا نرى أي اهتمام من قبل المنظمات المعنية. يجب أن يهتموا بهذا الملف، هذا هؤلاء صحفيون والصليب والاتحاد الدولي للصحفيين وهذه المنظمة الكبيرة التي تهتم بالصحفيين قد أصدرت مجموعة من البيانات ربما كانت هي الوحيدة التي أولت ملف الصحفيين اهتماما بالغا، خصوصا بعد خطاب عبد الملك الحوثي وتهديده للصحفيين. هذا المنظمة الكبيرة العريقة التي لها أكثر من يعني تضم أكثر من 600,000 صحفي حسب تعريفها وتتواجد في أكثر من 120 بلد، من غير المعقول ألا يتم تحريك ملف الصحفيين اليمنيين المختطفين في السجون. وبالمناسبة منظمة صدى أصدرت بيانا بعد استشهاد الأستاذ خالد الحيث نتيجة التعذيب ونتيجة المرض، وهناك حالات مشابهة لحالة الأستاذ خالد الحيث من الصحفيين، وهذا كان تحذيرا من قبل منظمة صدى ألا نفجع لا سمح الله بأن يموت صحفيا، حينها لن ينفع التباكي ولن تنفع البيانات إن حدث شيء كما حدث لأكثر من 175 مختطف. نعم، إذن ابقى معي سيد حسين، وأذهب الآن لضيفي من فيينا رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، وفقا لتقريركم الأخير هناك 41 حالة من المختطفين ضحايا التعذيب بحاجة ماسة للعلاج وذلك إنقاذا لحياتهم، بينما هناك أيضا تقرير لرابطة أمهات المختطفين تقول أنهم أو أن العدد 180 شخص مهددة حياتهم نتيجة لمضاعفات التعذيب الوحشي. يعني كيف يمكن قراءة هذا الفرق في الأرقام بينكم وبين رابطة أمهات المختطفين؟ يعني أنتم تقولون 41 وهم يقولون 180. لا يوجد أي تعارض في الأعداد، نحن نتحدث عن 40 حصرهم التقرير بالاسم، بمعنى 40 الذين ذكرنا حالاتهم في تقرير الموت البطيء، بينما العدد هو أكبر من ذلك، ربما حتى أكبر من عدد رابطة الأمهات. يعني العدد اليوم هنالك كل يوم حالة جديدة، حالة تتحسن، حالة تذهب، حالة قد أفرج عنها، وبالتالي لا يوجد أي تعارض. اليوم نحن نعتبر كل من هو داخل السجن هو شخص معرض للإصابة بمرض، لأنه كما بينا وشرحنا وفندنا في تقرير الموت البطيء بأننا أمام سجون تفتقر لأبسط الشروط القانونية والإنسانية الضرورية، وبالتالي هي سجون رطبة مليئة بالحشرات، سيئة التغذية، سيئة الإضاءة، سيئة التدفئة إلى غير ذلك، وبالتالي كل المعتقلين الذين داخل هذه السجون هم معرضون للمرض، سواء مرض واحد أو عدة أمراض. نحن ذكرنا ما يقارب 41 معتقلا، تقريبا الغالبية العظمى مصاب بأكثر من مرض، من 3-4 أمراض، وما بين الفترة والأخرى تظهر دون أن توجد عيادات متخصصة داخل هذه المستشفيات إلى غير ذلك. اليوم أنا كنت أحقق في سجن بلحاف على سبيل المثال مع أحد المعتقلين السابقين، كنت أسأله أن يقدم لي وصف تقريبي وبسيط عن السجن، فيرد علي بكل بساطة، قال هو سجن 3-4 مليء بالحشرات، مليء بالعقارب، رطب، لا تدخل إليه تهوية جيدة، لا يوجد ماء نظيف، يعني كل 7 أو 8 أو 9 ساعات يسمحوا لنا مرة لقضاء حاجاتنا، وبالتالي ماذا تنتظر؟ لذلك نحن نقول ما اليوم كل اليمنيين المعتقلين داخل هذه السجون سواء تحت سيطرة ميليشيا جماعة الحوثي أو أي جماعة في اليمن وهم معرضون للمرض، سواء مرض واحد أو عدة أمراض، بما فيهم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم. لو تم الكشف عنهم صحيا ستجد بأن أغلبهم مصيبة بمرض أو لديه بداية مرض أو 2 من الأمراض نتيجة هذه الحالة السيئة داخل السجون. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أرحب الآن بضيفي من مأرب مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الوزراء المحامي أمين الخديري. سيد أمين، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. أهلا بك سيد أمين. يعني كيف تتابعون ما يجري من تزايد لأعداد ضحايا التعذيب في سجون الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الأعداد هذه بتزيد أكثر مما هو عليه الآن، بتزيد إن لم يتم
إن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات الحوثية. هؤلاء الناس الذي داخل سجون ميليشيات الحوثي يتعرضون لأصنف يعني أبشع أنواع التعذيب لم يمارسوه حتى الكيان الصهيوني في الأراضي الكيان الإسرائيلي. يتم تعذيبهم بطرق وحشية، يحرموا من أبسط الحقوق التي كفلتها الدساتير والتشريعات السماوية. حبة البرامون يحرموا حتى من المياه، مياه الشرب يضمروا يشربوا من مياه المجاري. هذه عصابة لا تقيم وزنا للإنسانية ولا القانون ولا الأعراف ولا العادات ولا التقاليد. رغم المنظمات الدولية، سكوت المرير من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كمنظمة الأمم المتحدة، هي تعلم علم يقين أن لما يعانيه المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي. نعم، لكن كيف تنظر لموقف التحالف سيد أمين؟ يعني كيف تنظر لموقف التحالف كجهة راعية لاتفاق ستوكهولم، بينما يعني يتواصل قتل الأسرى والمختطفين في سجون الميليشيات منذ ذلك الاتفاق؟ التحالف أنا شريك مع الحوثي في قتل الأبرياء. إذا كان الحوثي نقل أكثر من 150 سجينا إلى دمار وقام طيران التحالف بقصفهم، هذه واحدة من جرائم. أما اليوم يا أخي اسمعني لو تسمح. تفضل. اليوم المعتقلين في سجون الحوثي لا بواكي عليهم، رغم القلة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أو رابطة أمهات المختطفين. هذه الميليشيات ليس لها ما يردعها، بل وجدت أن تواطؤ المجتمع الدولي معها. أيوة أستاذ. نعم، إذن ابقى معي سيد أمين، وأعود هنا لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد حسين الصوفي. سيد حسين، يعني هناك بالنظر لما يتم من حين لآخر حملات مناشدة وتضامن مع المختطفين، يعني هل تعتقد أن ذلك يؤثر أكثر من كونه تفاعل آني فقط؟ كلها هي للأسف الشديد بالنسبة للتعاطي الإعلامي أو لما يعني يتم التفاعل مع هذه القضية بالذات، قضية المختطفين. للأسف الشديد لا ننشط إلا حينما تحدث كارثة، مثلا حينما يكون هناك روح تزهق، حينما يتم تشييع جنازة، مثلا حينما يتم قتل مجموعة من المختطفين تحت مثلا في من قبل قصف الطيران، ويسمى حين بالقصف الخاطئ ولا يتم إصدار بيان أو اعتذار كما يتم إصدار في كثير من الغارات. لكن للأسف الشديد هذا امتداد لأن هناك تقصير كبير من قبل الجهة المعنية اليوم هي الحكومة. لا يوجد إلى الآن، دعني أقول لك أنه حتى اللجنة التي تشكلت في اتفاق ستوكهولم للأسف الشديد لم يصدر لها قرار جمهوري حتى اللحظة. كان المفترض أن يتم تسليم هذا الملف لجهة حكومية، هذه الجهة الحكومية هي التي تتعامل مع هذا الملف، ملف المختطفين، هي التي ممكن أن تتواصل مع المبعوث الأممي وتلومه وتلاحق بعد بنود اتفاق الرياض، بنود اتفاق ستوكهولم معذرة، حسب التزمين وحسب الخطة التي وضعت آنذاك، وهي التي تقوم بالتواصل مع المنظمات التي تقصر والتي تؤول والتي تحاول أن تتنصل من مسؤوليتها. اليوم الدور الغائب والمفترض أن يتحرك دور الحكومة بوزارة حقوق الإنسان وأيضا برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. هذه الملف الحساس مهمل من قبل الحكومة، وبالتالي أكيد يعني الإهمال سيكون من الأطراف الباقية. نعم، إذن ابقى معي، أعود لضيفي من فيينا سيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، كيف تنظر أنت لدور الحكومة فيما يتعلق بقضية المعتقلين والمخفيين في سجون الميليشيات؟ نحن في حقيقة الأمر طالبنا أكثر من مرة
قلنا اليوم نحن في وضع استثنائي، وضع حرب. من المفترض أن تنشأ هيئة مختصة بالمعتقلين داخل السجون بشكل عام. هذه الهيئة تقوم بالدرجة الأساسية بحصر ودراسة حالاتهم ومتابعتها وداخليا وخارجيا، أيضا تتلمس حال أسرهم وأحوالهم، لأنهم في النهاية هؤلاء اعتقلوا بسبب مناصرتهم للحكومة الشرعية، وبالتالي هم سجناء سياسيين بالدرجة الأساسية. اليوم أصبح المعتقلين وأصبح المصابين هذه حالة محتاجة إلى هيئة متخصصة ومستقلة، يجب أن تنشأ ويكون لديها موازنة وصندوق، سواء يدعم هذا الصندوق من داخل الحكومة أو يفتح له باب التبرعات من رجال الخير والتجار إلى غير ذلك. نعم. لأنه اليوم أصبح هذا الملف للأسف الشديد ملف للابتزاز السياسي والتصريحات الإعلامية، ورأينا في عملية حتى في استوكهولم بأن هنالك عملية خبط واسعة في الأعداد، في الأسماء، في الحالات إلى غير ذلك. واليوم تضاف حالات جديدة، حالات معتقلين كتاف من الأسرى، لا أحد يعلم حالهم، لا أسرهم، من الذي يمكن أن يبلغهم، من الذي يمكن أن يطمئنهم، من الذي وبالتالي أصبحت اليوم إنشاء هيئة مستقلة ضرورية وطنية وضرورة إنسانية ملحة اليوم من أجل أن تتحمل مسؤولية إدارة هذا الملف، ويجب أن يوكل لشخصيات حقوقية مستقلة وكفؤة وقادرة على أن تقوم بهذا الوقت، لا أن تكون هيئة في النهاية تتقاسمها وتتنازعها المصالح السياسية والحزبية كحال بقية الهيئات والمؤسسات. نعم، إذن ابقى معي، أذهب لضيفي من مأرب أمين الخديري مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الوزراء. سيد أمين، يعني الكثير يرى بأن الحكومة يعني تتحمل الجزء الأكبر يعني شرعية في مسألة يعني الإهمال الحاصل في ملف المخفيين والمختطفين في سجون الميليشيات. يا أخي، هذا الملف والحكومة خاصة في هذا الجانب، هذا ليس لها سلطة على المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، حتى أن الحكومة، يعني نحن نتحدث إجمالا هنا من حيث المتابعة، نحن نعرف أن الواقع لا يساعد في هذا الجانب، ولكن من حيث المتابعة الكثير يرى بأن دور الحكومة يفترض أن يكون أو تتحمل الجزء الأكبر في مسألة متابعة هذه القضية، ولكنها غائبة إلى حد كبير كما يرى البعض. صحيح، هذا الكلام صحيح، لأن هذا الملف يعني معني به وزارة حقوق الإنسان التابع للشرع. أنا أتكلم بصفتي أنا، لكن أنا كمدير عام حقوق الإنسان لا ممكن أن على من بتتابع أو أي سجين بتتابعه، حتى السجناء في سجون كانوا في سجون الإمارات لا يستطيع أحد أن يتكلم عليهم. يا أخي، صاروا الآن المعتقلين هذه قضية معضلة، قضية إنسانية بامتياز، قضية بامتياز. حتى وزير حقوق الإنسان هذا الملف لا يعنيه، ولا يتكلم على معتقلين ولا على جرحى ولا يتكلم، هذا معني بنفسه وزارة حقوق الإنسان، وزارة محمد يعني تنصلت من واجباتها، والحكومة يعني شبه مغيبة من هذا الجانب، ولا تكلمت بحقيقة لا يعني لا في خوف من أحد، وإنما هي الحقيقة تقال. المعتقلين إذا كان الآن المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي يتم تصفيتهم بداخل السجون، حكمة الباقيين أمام القضاء يتم إعدامهم بأحكام الميليشيات وقضاء جميع أجهزة الشرعية بكافة أطيافها مغيبة، وهي لا تعمل وفقا للقانون التي وفقا للمحددات القانونية. لا، اليوم وزارة حقوق الإنسان لم تصدر بيان بما يعاني المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي من يوم أن تولى هذا الوزير الحالي لوزارة حقوق الإنسان. نعم، إذن أمام كل هذا ما الذي يجب فعله يعني لإنقاذ ضحايا التنكيل وضمان حقهم يعني كأبسط شيء في العلاج والرعاية؟
انا اقول لك ايش بيستطيعوا يعملوا هذه ميليشيات الاصل لا الا ممكن التحالف يقدر يعمل شيء. التحالف يا صاحبي ممكن يقدر يعمل شيء. نعم اذا وضحت الصوره. لا حول لها ولا قوه. نعم وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر مدير إدارة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء المحامي أمين الخدير، كنت معنا من مأرب. ونذهب الآن مشاهدينا لمشاهدة هذه التصريحات للمواطنين حول يعني أوضاع المختطفين في السجون. هذا الاستطلاع من تعز نشاهده سويا. أولا توحيد الجهود المحلية وتضافرها بحيث تشكل أرضية صلبة. ثانيا توثيق المعتقلين وتفعيل ملفاتهم لدى المنظمات المحلية وكذلك الدولية، والضغط أيضا على الميليشيات في الشمال والجنوب من خلال تشكيل وعي مجتمعي لتفعيل ملفات المعتقلين. قضية المختطفين في جميع السجون سواء كانت في سجون الحوثي أو في سجون الإمارات أو في سجون الانتقالي أو في سجون الشرعية أو في سجون أطراف الشرعية في كل المحافظات عبارة عن قضية إنسانية بحتة. نتمنى أن يتم إحالة جميع المختطفين والمخفيين قسرا إلى بالنسبة أولا إلى سجون رسمية تابعة للدولة قبل كل شيء. الشيء الثاني إبعاد هذه القضية عن قصة المزايدات واللعب السياسي وعن قصة عن كثير من الأشياء التي تخل بهذه القضية. لم تلقى قضية المخفيين والمختطفين الاهتمام الكافي من قبل الجهات المسؤولة ولا المجتمع الدولي حتى، لذلك هذه القضية هي قضية إنسانية بحتة، يجب على جميع الأطراف عدم اتخاذها للمزايدة أو للمكايدة. فهذه القضية تؤرق الكثير من الأسر، الكثير من الناس لديهم أسر، وهذه الأسر تعاني أوضاع إنسانية صعبة لأن العائل الوحيد لها هو مختطف في أي سجن من السجون سواء لأطراف الحرب أو غيرها من الأطراف السياسية. نتمنى من المجتمع الدولي ومن المنظمات الحقوقية العمل على تحييد هذا الملف وإبعاده عن السياسة وعن الأمور السياسية لكون هذه القضية قضية. إذا مشاهدينا هذا كان استطلاع من تعز. نعود الآن لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة مأرب سيد حسين. يعني نتساءل هنا لماذا لا يتم توحيد وتنسيق الجهود سواء إعلاميا أو من خلال السوشيال ميديا في يعني عمل أو تحرك رسمي يستثمر في صالح الضغط لمصلحة الضحايا والمخفيين في سجون الميليشيات؟ سؤال مهم أستاذ شادي، وهذا ما كنت أفكر به قبل أن تسألني عنه، وهذا هو الدور المطلوب اليوم أن نعمله. لكن أود أن أعقب على ما ذكره الأستاذ أمين. يعني كنت للأسف الشديد يعني حينما نتابع تصريحات المسؤولين الرسميين نحن ندرك الظروف التي يمرون بها، يعني أنها هي مجرد أسماء، يعني لا يوجد لديهم مثلا إمكانيات ولا يوجد لديهم مستحقات ولا يعملون بشكل يعني متاح، لكن لا ينبغي عليهم أن يطرحوا خطابا انهزاميا. يعني هذا مسؤول دولة في النهاية، الأستاذ أمين مثلا أو وكلاء وزارة حقوق الإنسان حينما يتحدثون لوسائل الإعلام للأسف الشديد يتم طرح من قبلهم بطرح انهزامي وطرح أشبه بالياس. يا سيدي الكريم، استطاعت رابطة أمهات المختطفين وهي مجموعة أمهات أن يفعلن الكثير ما لم تستطع أن تفعله الحكومة. باستطاعتك أنت كمسؤول حكومي أن تكون وأنت في مكتبك أو في بيتك أو في أي مكان أن تأخذ ورقة رسمية ثم تكتب مذكرة للجهات المعنية مثلا لهيومن رايتس ووتش أو مثلا للمنظمات الدولية أو حتى للمبعوث الأممي وترسلها رسالة واتساب، يعني لا تحتاج منك أكثر من 3 دقائق أو دقيقتين لكتابتها وإرسالها. فبالتالي هناك خطاب انهزامي للأسف الشديد، من يتحدثون عن أن هذه الميليشيا لا يوجد لديها سلطان وغيره، فهؤلاء أيضا يقعون في فخ يعني الحرب النفسية على الأهالي وعلى المختطفين. أما توحيد الجهود فهي قضية مهمة جدا وقد أثمرت كثيرا في آتة أكلها حينما تم هناك طرح حملات إعلامية منظمة ومرتبة ومخطط لها، وتم أيضا استغلال هذه الجهود وتضافرت جميع الجهود، وكنا يعني كانت الجهود تثمر، كثير من الحملات أثمرت بشكل ممتاز. وهذا الذي يجب اليوم أن يطرح، يجب أن يكون اليوم عمل إعلامي في ظل هذا التغييب الكبير وفي ظل هذا التغافل المتعمد من كل الأطراف بلا استثناء لقضية حقوق الإنسان ولملف المختطفين، وكأن هناك ربما نية مبيتة لدى الجميع، ربما يقضون الطرف
لأن هذه قضية الاختطاف والتعذيب والقتل الممنهج للمختطفين في السجون ربما تخدم كل الأطراف، فبالتالي هناك تغافل. واليوم هنا دورنا نحن في الإعلام وأيضا في السوشيال ميديا والناشطين الحقوقيين والمنظمات المعنية، يجب أن نحدث أثر، ونحن نستطيع أن نحدث أثر حينما تتضافر الجهود وتتحد. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي، كنت معنا من محافظة مأرب عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. أعود هنا لضيفي السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، ونتساءل هنا سيد توفيق في وضع المعتقلين والمحتجزين في سجون الأحزمة الأمنية والسجون التابعة للإمارات، ما الذي سجلتموه أو رصدتموه في هذه السجون؟ في حقيقة الأمر بالنسبة للمعتقلين في سجون الأحزمة الأمنية، نحن في منظمة سام بدون أي تحفظ كنا أول منظمة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الخارجي بما فيها المنظمات الأممية والمنظمات الكبرى، ما زلنا إلى حد اليوم مصدر معلومات كبيرة جدا سواء لفرق التحقيق أو لغيرها من الفرق أو لغيرها من المنظمات. نحن أول من كشف السجون السرية في منتصف مايو عام 2017، ثم أصدرنا بيانا آخرا في يوليو تحدثنا عن 180 سجن بما فيها سجون جماعة الحوثي، وأيضا أصدرنا بيانا عن ما يدور في سجن بير أحمد وما يدور في المكلا، والآن نحن نحقق أيضا في سجن بلحاف وسنصدر تقريرا قريبا، ولدينا تقرير عن سجن الصالح سيصدر قريبا إلى غير ذلك. نحن سجلنا عن حالات تعذيب، لدينا شهادات موثقة، لدينا شهادات سمعية، لدينا شهادات صوتية، لدينا شهادات مكتوبة إلى غير ذلك. اليوم ما يحدث في الجنوب لم يصبح قضية منظمة سامة أو قضية اليمن، اليوم حولناها إلى قضية دولية، أصبحت قضية عالمية، اليوم تناقش في البرلمانات في أروقة الأمم المتحدة، تتبناها المنظمات الدولية، أصبح عنوانا عريضا وإن توارت سام بين فترة وأخرى. لكن اليوم نحن نقول في حقيقة الأمر بأننا اليوم إلى حد أمس بما فيها التقارير الإعلامية التي صدرت في كبريات الصحف الفرنسية عن سجن بلحاف، كل جزء من هذه المعطيات وجزء من هذه التقارير. نحن ما زلنا نمارس دورنا الحقوقي والنضالي من أجل حقوق الإنسان في الشمال في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب في كل مكان، نحن عن كل حادثة من الحوادث كنا موجودين، والآن سنصدر تقريرا عن المهرة وسنصدر تقريرا عن عدن وأحداث عدن وعن سجن الصالح وعن سجن بلحاف وعن كل ما وعن النقاط الأمنية وعن كل ما يدور في اليمن. نحن نعمل جهودنا برغم الإمكانيات البسيطة برغم الظروف التي يعيشها الراصدون، لدينا إلى حد الآن راصد لم يفرق عنه في محافظة دمار، برغم كل ذلك برغم التجاهل أحيانا لكثير من التقارير التي تصدر، إلا أننا مستمرون سواء لأبناء لإخواننا في الجنوب أو في الشمال على حد سواء. جميل جميل، ولكن سيد توفيق يعني كيف يمكن الحفاظ على حياة من تبقى في سجون الميليشيات وألا تتكرر يعني حادثة مشابهة لما حدث لخالد الحيث مؤخرا؟ اليوم هنا يأتي دور الحكومة، نحن نتحدث أن اليوم الملف المعتقل هو ملف حقوقي بامتياز لكنه ذو بعد سياسي. اليوم كان ملف المعتقلين أحد الملفات الأساسية في مفاوضات ستوكهولم، واليوم في المفاوضات الحوثية السعودية المباشرة في سلطنة عمان ملف المعتقلين أحد الملفات الأساسية ومدخل لبناء الثقة بين هذه الأطراف، وبالتالي نحن كمنظمات ليس لدينا سلطة قانونية إلا سلطة كشف إلا قدر إلا من خلال كشف هذه الانتهاكات وتعريتها والتشبيك مع المنظمات الدولية، لكن أين دور الحكومة الشرعية إلى حد الآن؟ أين دور الهيئات؟ أين دور اللجان الحكومية؟ أين دور رئيس الجمهورية؟ للأسف الشديد بل رأينا غياب كامل لملف المعتقلين في الجنوب في اتفاقية الرياض المتعلق بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، والذي كان في أساسه المعتقلين هم أحد الأسباب الرئيسية لأحداث عدن،
فبالتالي نحن للأسف الشديد تعيش الحكومة الشرعية نوع من التراخي ونوع من التهرب من مسؤوليتها الحقيقية. المنظمات الدولية دورنا كاشف، دورنا تعرية، دورنا توثيق، لكن لا نمتلك سلطة القرار، لا نمتلك سلطة الجلوس على طاولة المفاوضات، لا نمتلك سلطة الأوراق العسكرية والسياسية التي من خلالها نفاوض، لكن لدينا قدرة أن نفعل الكثير. كما أصدرنا تقريرنا في سجن الشرطة العسكري في صنعاء، نحن سنصدر تقريرنا في سجن كلية المجتمع الذي تم قصفه، وسنكشف كثير من الأسرار عندما يتم أو يكون معتقلون على وشك الإفراج عنهم، عندما تكون هنالك صفقة على وشك النجاح. لماذا يتم قصف هذه السجون؟ هذه نقطة مهمة غائبة لا يدركها كثير من المتابعين للشأن اليمني. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. في الختام أشكر جميع ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.